استاذه ياسمين من ربنا هنا. علق. طيب هنعلق بس نشوف طيب الناس. استاذه ياسمين اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه ياسمين. حضرتك احنا دلوقتي يعتبر زي فعلا تجارب بيجربوا علينا كذا حاجه. طيب ماشي اوكي. انت خايفه ان احنا نبقى في ايران تجارب او تحولنا الى كده يعني؟ ومش عارفين هيضربونا كويس ولا لا. هنقعد خايفين من كل حاجه. انت داخله انت يطبق عليك. انت في سنه كام؟ انا داخله اولى ثانوي. ده انت داخله انت بدايات المعمعه. بدايات التطوير. حضرتك كلها تحجيزي دروس ان شاء الله. هل انت جاهزه للنظام ده يا ياسمين؟ حضرتك احنا دلوقتي بندور على الدروس الخصوصيه عشان مش عارفين هيدربونا كويس ولا لا. كان الوزير بيقول انا عامل ده علشان اقضي على الدروس الخصوصيه. هيعملها ايه؟ طيب تمام. هو كل ما يطلع احنا بنتلخبط مش عارفين هندرس ايه وهنعمل ايه. اذا كان المدرس نفسه يا بنتي اللي انت عايزه تاخده عنده دروس خصوصيه ما يعرفش طبيعه الاسئله اللي جايه معاه. ما خلي بالك الراجل المدرس بتاع زمان برضه بيعلمك ازاي تجيب اجوان، بيعلمك ازاي تجيب سكور باسلوب الامتحان اللي مبني على الحفظ ومبني على 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 الكتابه الكتير. لكن النهارده الاسئله مختلفه، بيختبر انت فاهمه ايه من الفكره دي، فاهمه ايه من الموضوع ده. يعني بيختبر يعني بيسالك في الموضوع مدى تجميعك للماده العلميه اللي موجوده مش مدى حفظك. طيب بس عايزين نشوف هي الواقع. بس انت وكل زملائك وزميلاتك ياسمين بتحجزوا دروس خصوصيه دلوقتي؟ كلنا دلوقتي بندور على الدروس الخصوصيه. طب ايه معيار الاختيار بقى؟ طيب هل هنا نظام عايز اسالك بس اسئله ان ده مترتب عليه. هل النظام التراكمي اولى وثانيه وثالثه واخد مجموعهم افضل ولا الامتحان الواحد؟ طبعا يعني الامتحان الواحد التراكمي احنا مش عارفين. طب ممكن اي حد يجيب مجموع قليل بعد كده السنه اللي بعدها يجيب مجموع كبير يعني. بيديلك فرص مختلفه ولا انت ولا انت عايزه الثانويه العامه التقليديه؟ الثانويه العامه التقليديه. هل ده عشان مش حابه تغيري ياسمين ولا لان احنا شعب ولا خايفه تغير؟ خايفه تغير. ممكن اسالها سؤال بس؟ اتفضل. قولي يا ياسمين، لو ان النظام ده جربتيه في اولى وثانيه وثالثه اعدادي وعرفت مميزاته، مش كان احسن من انك تيجي داخله مره واحده كده؟ ماشي بس حضرتك احنا لسه دي ثانوي يعني مش هزار. لو كنا خدناه من اولى وثانيه وثالثه اعدادي كان ماشي. كانت اهله. بس قدامك سنتين يا ياسمين. طيب تجربي وتتعلمي وتغلطي والامتحان مش هيتحسب. اخد كمان 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 في حاجه، ان درجه الثانويه العامه لن تكون هي حامد الدرجه اللي هتخش بيها الجامعه. بس الجهاز التابلت ده والجهاز ده هتعرفي تشتغلي بيه ياسمين؟ هنعرف نشتغل بيه حضرتك. طيب هناخده امتى؟ هناخده امتى؟ هنعرف انا كله بيشتغل على التابلت الوقت خلاص. طيب بشكرك. استاذ حامد من المنيا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا عاوز اعرف حضرتك هو ليه هيشتغل رياض اطفال او ابتدائي وهيشتغل ثانوي عام؟ طب ليه ما بدأش من عشان عايز يطور من تحت وما يسيبش الكابوس اللي هو الثانويه العامه. ده مش طب ما هو كان ممكن يبدا باعدادي. طب هي الوزاره اسمها وزاره ايه؟ ما ينفعش يبدا اصل اعدادي ومنتصف العمليه التعليميه، البدايات كي جي 1 وابتدائي و الاعدادي لان هي المرحله الاساسيه من زيرو لغايه تسعه. انا عندي المرحله الاساسيه انا شايف ان في لغايه ثالثه اعدادي مرحله واحده ما ينفعش نصفها. التربيه والتعليم تحديدا المرحله الاساسيه هي التعليم الفني مش التعليم الثانوي. لا التعليم الثانوي لسه هيروح الجامعه لو سمحت حضرتك. التعليم يعني المنتج عندي هيصلحه لي من الجامعه بتاعت المرحله الاساسيه لغايه ثالثه اعدادي. ماشي. طيب انت شايف ايه يا استاذ حامد في النهايه؟ شايف ان انا زي ما بعمل حقول ارشاديه في الزراعه اعملها في التربيه والتعليم، واعمل اخد شريحه معينه اطبق عليها الموضوع نفع خلاص. النظام ده الوزير قال لا تراجع عن ذلك. في اراده سياسيه. خلاص إرادة سياسية. النظام ده هيطبق. احنا كل حاجه احنا بنناقشه في اطار ايه اللي ممكن نعدله بداخل النظام، لكن هو خلاص من 1/9 هيطبق هذا النظام. يبقى يبدا من ابتدائي يا استاذ وائل. يعني انت عايز انه الجزء المتعلق بالثانوي هو ده اللي يشيله يعني بالظبط. يبدا من ابتدائي عشان على الاقل
انا بتاع الطالبه. بشكرك استاذ حامد. معايا استاذ خالد. استاذ خالد من القاهره اتفضل. السلام عليكم استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا يعني بدون تفاصيل عن عمليه ان احنا بنجدد او بنغير والتخوف من التجديد، انا متخوف من اشياء اخرى في ظل هذا التجديد بغض النظر عن التفاصيل. رقم واحد، ان عندما اسمع كلمه صندوق النقد الدولي يجب ان اتحسس مسدسي، لان صندوق النقد اي ترشيحات ليه او اي اقتراحات طالما بيدينا ديون بيدينا فلوس يبقى اكيد غرضه يعني اسف ده سياسيا وعالميا مش شريف، بالذات في المنطقه. هو مش بيفرض عليها في التعليم وبس، وطالما بيديني فلوس وانا اسير ليه بلاش بقى نستخدم الكلمات عشان نكون صراحه الرنانه ان مصر لا يفرض عليها. طبعا مصر دوله كبيره، لكن الظروف اللي احنا فيها ممكن يكون هو بيضغط علينا واقوى مننا. لان في جزئيه تانية، ازاي انا خايف من عمليه ان انا مثلا دراسه اللغات او التغيير عشان تعريب او عشان كذا، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعلم لغة قوم أمن شرهم. ده احنا المفروض على العكس، ان احنا نطلع على العالم ونحافظ على الهوية بتاعتنا في نفس الوقت. ما ينفعش ان انا اسيب مساحة وسنين طويلة لحد اعدادي والطالب مش عارف حاجة. لا، لازم المراجعة والاعداد. معلش لحد ما اخلص عشان سمع صوت في الاستوديو يا فندم، لازم الاعداد الجيد لهذه الطريقة، ولا يفرض علينا شيء ولا نتعجل في العملية دي. ده يعني الموضوع كبير، فده باختصار اللي انا بقوله يعني. شكرا. بشكرك استاذ خالد. استاذه مريم من اسوان اتفضلي. الو. اهلا بيك استاذه مريم، اتفضلي. اتفضلي. اهلا بحضرتك، معاك مريم بركات من اسوان. اتفضلي. انا معلمه رياضيات حضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هو بس انا عايزه اكلم الاستاذ اللي هو مؤيد للنظام الجديد. اتفضلي. حضرتك رحت العزب قبل كده ورحت القرى؟ انا من العزب. اولاد قد ايه؟ انا من العزب خالص. العزب بتمثل اكتر من 90%. انا من العزب مش الشرقيه. حضرتك مدرسه في وانا نائب الشرقيه. طب خلينا عشان نسمعها. انا مدرسه، بعد اذن حضرتك اسمعني. اتفضلي. اتفضلي يا استاذ. العزب هنا في اسوان. تمام. احنا عندنا في نسبه اميه تعليميه لا تحصى. لو حضرتك جيت شفت الطفل بعد ما بيطلع من المدرسة بيروح يزرع مع أبوه وأمه، وإحنا في الآخر بننجحه بأمر المدرسة. اللي أنت عايز دلوقتي إن هو يطلع إعدادي المفروض ياخد ناس وساينس. ده دي عايز تخش السجن. إزاي؟ إزاي؟ إزاي الأولاد دي هتتعلم ماس وساينس في إعدادي؟ العاطفة بوظت مصر. صح. إزاي؟ إزاي الأطفال دي؟ مش فاهمة. أنا عايز أسمعها. في العزب دي؟ إزاي الأطفال اللي في العزب دي؟ تمام، هتاخد محتوى رياضيات وعلوم. انت بتقولي بننجحهم لانه بيشتغل مع ابوه يعني في حضرتك احنا بيبقى عندنا اوردر ان لازم يبقى فيه نسبه نجاح معينه، والكلام ده اي حد شغال في وزاره التربيه والتعليم عارف الكلام ده. يبقى فيه ايه؟ نسب. يبقى فيه نسبه نجاح معينه. نسبه يعني نجاح معينه. نهار اسود. لا مش نهار اسود، حضرتك ممكن تسال. مش على الهوا كده يعني. انت فعلا بتنجحوا ناس وفقا لنسب النجاح المطلوبه؟ ايوه. والمحافظ بيديكوا تعليمات بكده؟ محافظ اسوان مش المحافظ حضرتك. ما هو المحافظ المسؤول عن التربيه والتعليم في المحافظه. اسمعها بس. اسمعها يا جماعه. اسمعها. اتفضلي يا استاذه ماري. عايزين محافظ يخش علينا يقول بندي ولا وكيل وزاره التربيه والتعليم في اسوان. اتفضلي يا استاذه ماري. انا بتكلم في نقطه معينه دلوقتي. ازاي الاطفال دي اللي هي بتشتغل مع دراسه إيه؟ ازاي الاطفال دي اصلا هينفع ان هي تدرس ماس وساينس في اعدادي وهم بالكاد بيتكلموا انجليزي بالعافيه وفي نسبه اميه في البيوت؟ لا لا. والام ما بتعرفش. كلامك مش منطقي. ومدرسين الرياضيات يعني وانا واحد منهم. كلام حضرتك، المدرسه اللي عند حضرتك دي سواء بالتطوير او من غير التطوير، لا كده هتنفع ولا كده هتنفع. احنا عايزين نتكلم كلام منطقي بس. ايوه، لكن هي بتقول واقع يا جماعه. يعني ما هي ده لا تطوير هيجيب معاها ولا القديم هيجيب معاها. طب الواقع ده يا دكتور يا وائل بيه ده فيه. خلينا هطلع فاصل اجباري وهنكمل معاكم، هنشرك المشاهدين معانا كمان في الجزء الاخير من المناقشه. لا مجال للعوده عن تطوير التعليم. أيوة. لكن هي اطوره ازاي واعمل ايه واهيئ المجتمع والعائلات ازاي؟ الوزير بيقول ما فيش وقت، نكون او لا نكون وباقصى سرعه يعني. بس لا، موضوع ثانويه عامه
انا من داخلي 90% مش هتطبق السنه دي ثانوية عامة تحديدا، وسيصدر خلال 3 او 4 اسابيع او شهر. نعتذر هذا العام عن التطبيق ونؤجلها للدراسة. انت متوقع كده 90%؟ والوزير عندكم في مجلس النواب بعد ساعات هتقولوا الكلام ده؟ انا متوقع ان ده الكلام المنطقي اصلا. بعد الفاصل هنكمل.